بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم الجديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم نشوفوا الماركت ريكاب كيف مشوا 143 مليار دولار. المهم، هناك عدة عوامل اللي أثرت على السوق ديال العملات الرقمية. أول عامل هو في بداية هذا الشهر كان إلغاء ولا منع لزاي سيو ديال الصين، يعني دولة الصين منعت لزاي سيو باش تكون عندها في البلاد ديالها، وبالتالي وقع هبوط حاد في أسواق العملات، في سوق العملات الرقمية وفي منصات تداول العملات الرقمية. تاني خبر اللي زاد أثر على السوق هو الخبر ديال أن التزام الصين منع مواقع تداول العملات الرقمية الاكستشينج ديال البيتكوين ولي كريبتو كورنسي. هناك قانون سيطبق ولا في طور الإنجاز يعتزم منع هاد المنصات ديال التداول، مما زاد التأثير ديال على السوق ديال العملات الرقمية، والتأثير على البيتكوين ومجموعة من العملات الرقمية اللي شتوها في انخفاض كبير جدا. ولكن ربما هناك، أنا أظن أن هناك حرب ضد العملات الرقمية وضد البيتكوين بالخصوص ولا كريبتو كرونسي عامة. وكيف ما شفتوا دابا الصين بدات هاد القرارين. كاين جيم كاين كاين جيمي جيمس ولا جيمي جيمي ديمون، هذا حد قول من اللوبيات الأمريكية. جيمس ديمون ولا جيمي ديمون، هذا من اللوبيات الأمريكية، من اللوبيات ديال الأبناك الأمريكية. وقال في لو ديرني كومونيكي ديالو كوم كوا البيتكوين، ولا أن البيتكوين هو مجرد اسكام ولا فرود، يعني غير قانوني، مما بين أن النية المبيتة ديالو ولا الآراء ديالو ضد البيتكوين، أنه قالك بأن البيتكوين خاصو ينتهي. وهاد الكومونيكي ولا هاد الخبر ديال هاد السيد هذا أثر، بما أنه شخصية مؤثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، أثر على السوق وحد تأثير كبير جدا. زيادة على أن الخبر ديال تشارلي لي اللي هو لو فونداتور ولا المؤسس ديال عملة اللايت كوين، أكد بأن الصين ستعتزم ولا الصين غادا تحيد لي زيكستشينج، يعني غادا تتمنع لي زيكستشينج لأسواق ديال التداول من الدولة ديالها، مما سيؤثر في الأسعار ديال العملات الرقمية عامة. يعني جميع العملات الرقمية غادي الأسعار ديالها غادا تهود. هذا من جهة. كيف مشوا البيتكوين 3861، الإيثيريوم 270 دولار، 487 البيتكوين كاش، رايبل 0.19، لايت كوين 60 دولار، مونيرو 107، نيم 0.23، الإيثيريوم كلاسيك 13 دولار، وميزجو 10 دولار، نيو 18 دولار، اتسيتيرا. جميع العملات الرقمية كيف مشوا الثمن ديالها منخفض، ومنخفض جدا على الثمن اللي خصها تكون فيه. فوالا، هذا راجع الى الهلع الكبير اللي كاين في السوق والهلع الكبير اللي كاين في لي زانفيستيسور. بالنسبه ليا هذه احسن فرصه للاستثمار والثقه في المارشي وتستثمر فيه. وكاينين الطرق بان لا فلكتواسيون ولا التشينج ديال البيتكوين ولا ديال العملات الرقميه كيكون بزاف ديال الناس كيشريو، بزاف ديال الناس ومجموعه من الناس كيبيعوا، يعني السعر كيطلع وكيهود بواحد اقصى درجه، مما كيكون تكون مناسبه للترادين. نعطيكم غير اكزومبل، مثلا نمشي البيتريكس كيف ما شفتوا، انا دابا شريت النيو شريته تقريبا ب
48000 ساتوشي تقريبا نيو. كيف ما شفنا 12 نيو، دابا كتحاول تعزز وتعزز الكوين ديالك ولا تعزز المكانه ديال الكوين ديالك. مثلا انا دابا عندي نيو 12.24 نيو، اش كندير؟ كنمشي مثلا كنمشي ندير انا ان اوردر شريتو ب 48 480 الف. نشوفو الاوردر دابا باش تشرى النيو. تقريبا هذا الاوردر باش تشرى 480 الف، والاوردر باش غتبيع هو 500 الف. يعني تشري ب 48 مثلا 480 الف وتبيع ب 500 الف. وان فوا تبيع مثلا ب 500 الف غادي تحط واحد الاوردر ب 48 حتى 480 الف، وتبقى تربح تقريبا 20 الف في كل نيو. يعني الا جيتي دري 20 الف في 12 نيو اللي هي 240 الف ساتوشي في كل عمليه. وهذا طريقه من الاستثمار تقدر ديرها في النيو، تقدر ديرها في مجموعه من العمولات، ولكن خص يكون عنده واحد الفوليوم واحد لاكتيفيتي بزاف باش تقدر انت تربح وتعاود تاني تعاود تشري بثمن قليل وتعاود تبيع بثمن مرتفع، وكتطلع العدد تطلع الكميه ديال البيتكوين ديالك، وكتطلع اون طون العدد الوحدات ديال النيو اللي كيكونوا عندك. دابا 12.48 ان فوا يتباعو ب 50000، نعاود تاني نشري اتسيتيرا. وهاد العملية تعاود ديرها مع مجموعة، ماشي بالضرورة النيو كيف ما قلت، ولكن ديرها مع مجموعة من العملات الرقمية. فوالا مثلا نشوفو الاوردر دابا ديالي، راه قبيلة كان 49000 490000، ولكن ما بغيتش نبيع، نتسنى حتى يوصل كيف ما كتشوف قبيلة راه وصل تقريبا، وصل هنا وصل 49100، ودابا هو في انخفاض، ولكن انا متاكد غادي يطلع ل 50 500 الف. ان شاء الله نبيع ونعاود ثاني نحط الاوردر هنا ب 48000 ولا 47000 على حسب. كيف ما شفتوا دابا الاوردر ديالي تقريبا كاين هنا في لاباج، يكون في لاباج هنا عفوا سعود، يكون في لاباج 8 ولا لاباج 9 هو هذا. كاين الاطوال، ها هو مشى لاباج 8 هنايا، يعني 31 بيتكوين. ان فوا تبع تقريبا 31 بيتكوين ديال النيو انها تشرى، يشريوها الناس 31 بيتكوين ديال النيو. الاوردر ديالي اللي حطيت انا اللي فيه 500000 ساتوشي حتى هو غادي يدوز. فوالا كيف ما شفتوا راه كيطلع وكيهود. فوالا هادشي اللي كاين تقريبا، هادشي اللي كاين في هاد الحلقة. ان شاء الله غيكونوا فيديوهات جداد حول هاد العملية ديال الهبوط الحاد اللي كيعرف البيتكوين، والحرب اللي معلنة ضد البيتكوين وضد العملات الرقمية. وانا لما شفت الهيستوريك ديال البيتكوين كانوا مجموعة من الامور اللي دازوا بحركة، ومن بعد كيكون البيتكوين كيخرج اقوى واقوى، يعني مجموعة من الناس كيحاولوا يمنعوا البيتكوين، ولكن كيتسبوا في الشهرة ديالو، كيتسبوا في ان العديد من المستثمرين كيعاودوا يدخلوا البيتكوين. كيف ما شفتوا قلنا في 31 ولينا في 47، نظرا لان النيو غلقاه الثمن ديالو كيهود بزاف 48000، وعاوتاني ان شاء الله غادي يطلع وغادي يعاود يهود. وهاد لافليكتواسيون هادي هي اللي نقدروا نلعبوا عليها. فوالا هادشي اللي كاين. تري بيان، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو، ومرحبا بكم في قناتكم الجديده الربح من الانترنت. ما تبخلوش علينا بالمشاركه في القناه وبلي كومونتير ديالكم، ومرحبا بكم في قناتكم الجديده الربح من الانترنت.